احنا الثلاثة ما حضرنا كأس العالم صار في قطر السنة الماضية، فهي حسرة في قلبي للحين، ابي كذا يعني ودي يرجع الزمن واحضرها مرة ثانية. غرفة تبديل الملابس. ايوه هنا جلس المنتخب السعودي لما فازوا على الارجنتين، وهنا احتفلوا اصلا. والله انا حاسس اني سالم الدوسري كان جالس هنا. حسيت احساس اول ما دخلت الغرفه، حسيت اني سالم الدوسري جالس هنا. والله ان شاء الله صح. تعال تعال تعال. ليه وقف هنا؟ الخطه تغيرت، صارت 4-4-2. نبغى حماس.